بسم الله، اهلا بيكم يا شباب في كورس السيارات الكهربية. الجزء الثاني بقى وده مهم جدا، اللي هو محطات شحن السيارات الكهربية او الالكتريك فيكل تشارجنج ستيشن. تشارجنج ستيشن دي مهمة جدا، وهنبدأ نشوف انواع الشواحن يا اخوانا، في اي سي تشارجر وفي دي سي تشارجر. انا ممكن ادخل الكهرباء مباشرة على البطاريات من خلال شاحن دي سي، لان انا عارف البطارية دي سي، فانا هشحن دي سي، وده بيسموه فاست تشارجر او سوبر فاست تشارجر. هنبدأ نتكلم عن البنية التحتية او الانفراستراكشر الخاصة بتركيب محطات الشحن بالتفصيل، وهنذكر امثلة كتيرة جدا على البنية التحتية او الانفراستراكشر، وازاي كمان هناخد تأثير ربط محطات شحن السيارات الكهربية على شركات الكهرباء وعلى الكواليتي بتاعها، وازاي نختار انسب مكان وانسب موقع نبدأ نركب فيه محطة شحن، لان احنا ولو ركبنا في اماكن غلط او ما اخترناش الاوبتيمال لوكيشن والاوبتيمال سايز بتاع محطة الشحن، ممكن ده يأثر على شبكة شركة الكهرباء اللي موجودة في البلد، تمام، تأثير سلبي. فاحنا لازم ندرس الكواليتي بتاع الكهرباء وتأثير محطات شحن السيارات الكهربية عليها، وده جزء مهم جدا، وان شاء الله انا هديه بطريقة احترافية عالية في عملية تأثير محطات الشحن على الشركات الكهرباء. ناخد بالتفصيل الاي سي تشارجر، الاي سي تشارجر، وناخد بالتفصيل الدي سي تشارجر. هنتكلم عن الاون بورد، الاون بورد يعني اللي موجود جوه السيارة، اون بورد تشارجر، وهنتكلم عن الاوف بورد تشارجر، وهيكون كورس مليان ان شاء الله داتا وسيميوليتورز وبي دي افات بتشرح وسلايدات بتاعه الشرح ان شاء الله تبقى موجوده معانا بالتفصيل. يوم بيوم ان شاء الله يتصور فيديوهات وتترفع على المنصه على اساس يبقى في تحديث وتطوير باذن الله مستمر على محتوى كورس السيارات الكهربيه ومحطات الشحن. واشوفكم في كورسات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.